لازم تبقى عارف ان ألم الظهر بيزيد مع تقدمك في السن، خاصة بعد الـ30، وان تقريبا 8 من كل 10 لازم يجيلهم ألم في الظهر على الأقل مرة واحدة. معظم ألام الظهر طالعة من تحت الـ12 فقرة الصدرية، بداية من القطنية. مبدئيا العمود الفقري ما ينفعش يكون عظمة واحدة، لازم يكون عبارة عن فقرات عشان يديك الحركات اللي انت بتعملها، سواء استقامات او انحناءات. كل ده لو عظمة واحدة مش هتعرف تعمل الكلام ده. وكل الفقرات دي هتلاقي فيها من الخلف زي قناة كده بيمر منها النخاع الشوكي، اللي بيبدأ من مؤخرة الجمجمة هنا لحد اسفل الظهر. الفقرات كلها هتلاقيها من ورا في حاجة زي قناة اسمها القناة الشوكية، دي اللي بيمر فيها النخاع الشوكي. نقطة تانية بين كل فقرة وفقرة عندنا حاجة اسمها الديسك، وهي دي الديسك اللي انت بتسمعها. الديسك ده هتلاقيه عبارة عن طبقة خارجية ليفية من الكولاجين وبروتينات، وداخلها فيها دايرة تانية فيها مادة لزجة شوية شبه المية. تكوين الديسك ده هو اللي بيديه القدرة على امتصاص الصدمات، مثلا لما انت تنط وتنزل على الارض كل ده وزن بينزل بيتوزع على الديسك ده، بحيث ان هو ما يخليش الفقرات تحتك ببعض. اخر مكون هنتكلم عليه وهو ان في عضلات سواء بطنية او ظهرية حوالين العمود الفقري، خاصة في منطقة اسفل الظهر، وبتدي له الدعم اللي هو محتاجه، وكمان بتحدد لك حركتك. يعني انت اخرك في اللف كده وبتديك حركة لأسفل والفوق، ودي عادة العضلات اللي بيكون فيها مشاكل أثناء بعض الممارسات الخاطئة زي ما هنشوف كمان شوية.